لما يهينك أحد أو يقلل منك أحد أو يتجادل معاك في حوار، أنت عندك كامل القدرة على الرد وكامل القدرة على تصغيره وتحجيمه وإحراجه، وتقرر أن أنت تنظري بنظرة عميقة ونفس أعمق وتسكتي. اعرفي أن أنت عندك قدرة على إدارة الذات رهيبة ومش موجودة عند الكثير، لأنك بتكوني يا احترمتي هذا الشخص، يا احترمتي العشرة اللي بينك وبينه والمواقف الطيبة اللي بينك وبينه، أو على الأغلب بتكوني احترمتي نفسك وترفعتي بنفسك عن النزول إلى أرذال الردود وأرذال المواقف وتصغير النفس، لأنه في النهاية العفو والصمت عند المقدرة هو من صفات الشخصيات القوية والقوية فقط.